رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثها المستمع خالد سعيد محمد. الأخ خالد يسأل ويقول: رجل قال لزوجته فلانة ابنة فلان طالق، كررها 3 مرات: محرمة علي وحلال إلى كل زوج تريده، وهذا في جلسة واحدة، ومضى على الطلاق 1.5 شهر، والآن يريد أن يراجعها، والمرأة تريد أن تعود إلى زوجها، فهل من الممكن أن يتراجع مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الطلاق إذا كرره الزوج يقصد بذلك التأكيد ولا يقصد بذلك تكرار الطلاق، فإنه يكون طلقة واحدة. إذا قصد بذلك التأكيد ولم يكن بالإتيان بالحرف ثم، أما إذا كان كرر الطلاق يريد التكرار ويريد كل طلقة على حدة، فإنه إذا تكامل 3 طلقات فإنه يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجعة له عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها رغبة عنها، لا من أجل التحليل للأول. الحاصل أنه إذا كرر الطلاق بدون حرف ثم أو بدون عاطف يريد التأكيد للتأسيس، فإنه يكون طلقة واحدة لأنه أراد إفهامها وأراد التأكيد فقط. أما إذا كرره بثم، قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق بل طالق بل طالق، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون طلاقا 3 بائنا بينونة كبرى. نعم.